وعن الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي جمعة الزبارقة رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب. أهلا وسهلا بك سيد جمعة. أهلا بك وبالمستمعين. يعني هذه الأراضي أصحابها يملكون وثائق وإثباتات ملكية تؤكد وجود اتفاقيات مع السلطات بعدم التشجير فيها، رغم ذلك الاعتداءات ما زالت مستمرة، كيف تعاقبون على ذلك؟ يعني نرى بأنه تعنت هذه الحكومة يعني ولا لا يعني نعم سوءا منها، ولكن تعنت هذه الحكومة وكأنه يريدون نهج بن كبير وشموتريس، هذه يعني الذين يتولون على نظام الحكم اليوم في إسرائيل، هؤلاء العنصريين الفاشيين يريدون أن يثبتوا ولائهم لهذه الحكومة أكثر من الحكومة نفسها. فنحن يعني نشهد في المدة الأخيرة يعني تعنت بقضية الهدم والحرف مرة ثانية ومرة ثالثة. هذه الأراضي حرفوها قبل أسبوع 10 أيام، والآن يقومون بحراسة الأرض مرة ثانية. هذا دلالة على أن هنالك تعنت من هذه الحكومة. واليوم أيضا قاموا بهدم العراقيب للمرة 212-13، وقاموا بمصادرة حتى المركبات التي يأتوي بها الناس من البرد الشديد في خلال ساعات النوم، يعني في الليل، وقاموا حتى بمصادرة بأخذ السيارات المركبات التي تأوي الناس، يعني يهدمون البيت وعندما تأتوي في المركبة يقومون أيضا بأخذ المركبة. والآن يعني الناس ستتوجه إلى المحاكم من أجل الإرجاع. يعني هذا يعني هذا يعني عبارة عن يعني سرقة في وضح النهار للحكومة. حكومة يعني تبحث يعني تتصرف كعصابة وليس كدولة ولا كمؤسسة يعني تحترم نفسها. أيضا الأصعب من ذلك هذه الأراضي التي تقوم الحكومة بتشجيرها، يعني يقوم فيها المواطنون بزراعتها بالقمح والحبوب المختلفة، يعني هذا مصدر رزق لهم وهم يحاربونهم أيضا في مصدر رزقهم. يعني الموضوع إنسانيا بكل ما تحمله صعب جدا. لا يعني الملاحقة أختي العزيزة في النقب هي في كل ما مجالات ومناحي الحياة اليومية، ليس فقط على البيت. يعني معركتنا ونضالنا هو ليس فقط على البيت، هو على الأرض وهو على الحيز وهو صراع يعني على لقمة العيش اليومية. يعني ماذا تستفيد الدولة من هذه الشجيرات التي يقومون بزراعتها؟ الدولة لا تستفيد شيء. ولكن الصراع، ونحن نعلم جيدا أيضا بأن الصراع مع هذه الدولة هو صراع على أرض وعلى حيز وصراع على وجود وعلى كيان. هم لا يريدون العربي أن يمتلك أرضا أصلا، هم يريدونه فقط عامل يعمل في البناء في 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 البلدات اليهودية ويأتي لينام فقط في رهط أو في اللقية أو في حورة وفي المدن ما تسمى مدن، وهي مدن مشوهة بدون أي بنى تحتية اقتصادية وبدون يعني أي مقومات حياتية يومية. هذه المدن يعني هم يريدوننا فقط هنا للنوم والعمل ليس إلا. صحيح. وكأنه الصراع هو على الأرض. يعني نحن نتحدث عن عرب النقب يمتلكون أقل من 5% من أرض النقب. صحيح. ما يقارب 95-96% موجودة الآن في أيدي أو اليهود الكيبوتسات والمشابات والبلدات أو في 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 أيدي الدولة وضعت يدها عليها. نعم. يعني ما تبقى لنا ما يقارب 5% أو أقل من 5% ونحن نكون ما يقارب ثلث سكان النقب. نعم. رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب جمعة الزبارقة، شكرا جزيلا لك.